انتشر هذا الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2016، الحادثة لاغتيال السفير الروسي لدى تركيا أندري كورلوفين بالرصاص في هجوم مسلح وقع في أنقرة على يد الشرطي التركي ميلود طنطاش، الذي أطلق الرصاص على السفير بينما كان الأخير يلقي كلمة خلال معرض فني في العاصمة التركية. مر على هذه الجريمة البشعة عن ما يقارب 4 أعوام، ليكشف لنا اليوم الإعلام التركي أن وراء اغتيال السفير الروسي هو الإخواني رجب طيب أردوغان الذي خطط الجريمة بكل ذكاء، حيث كشفت وثيقة حكومية تركية مسربة عن تقديم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مكافأة بالجملة لضباط الشرطة من بينهم قاتل السفير الروسي لدى أنقرة بلغت 34 مكافأة في غضون عامان. وقد حصل موقع نورديك مونتير السويدي على الملف الوظيفي للضابط ميلود الطنطاش الذي لم يكن تجاوز 22 من عمره، مفصحا عن حصول الطنطاش على مكافآت لا تتناسب مع فترة الخدمة الذي قضاها التي لم تتجاوز عاما، فضلا عن التدريبات التي تلقاها من الجهات الرسمية التركية، مما يعد مؤشرا على تجهيزه لأداء مهمة اغتيال السفير التركي. حيث أوضح موقع نورديك مونتير السويدي أن السلطات التركية دربت طنطاش في يونيو 2016 وهو ما استخدمه في فحص الضيوف المعرض الفني الذي اغتيل خلاله السفير، كما حصل على تدريب متقدم الذي استخدمه في حادث الاغتيال، وتم تجنيد القاتل من قبل الحكومة كضابط شرطة في العام 2014 في أعقاب عملية تطهير جماعي لرؤساء الشرطة المخضرمين الذين لحقوا تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا داعش، والفساد الذي أدين به كبار المسؤولين الحكوميين في تركيا على رأسهم أردوغان، خوفا من الكشف عن صلة حكومته السرية بالجماعات المتطرفة. ولإبعاد الشبهة نظم أردوغان عمليات لإيقاف ولإبعاد ولسجن لرؤساء الشرطة واستبدالهم بالحزبين الإسلاميين القوميين الجدد. وتشير مجموعة الأدلة والبيانات في ملف القضية إلى حقيقة أن القاتل كان متطرفا وأنه كان على علاقة وثيقة بإبراهيم بلال أدونوكو وهو جهادي يبلغ من العمر 35 عاما، كان يعمل مع القاتل وكان يعمل كمؤذن في جامع أنقرة. وتم الكشف عن سلسلة من الاتصالات بين بلال والطنطاش شخصيا وعبر الهاتف، وكان بلال وشقيقه مراد أدونوكو لفترة من الوقت يقودان منظمة غير حكومية تركية تابعة لتنظيم القاعدة تعمل في العاصمة التركية أنقرة بحماية حكومة الرئيس أردوغان. أسماء العزومي، ليبيا الحدث.